ما في حدا بسقيفة، والمصاري ما حدا لاقون. أكيد هنا اخترعت هالقصة مشان تطالعني من البيت. معناتها في بالرز بصل بسيطة، وين بدها تفلت مني إلا ما أعرف شو قصتها. لا ترجي مين انا برد؟ ليش ما بدك كان يرد؟ انت دائما بتقول انه ثلاث اربع تليفونات لي، قال لي حدا يتصل فيك. الو؟ اهلين؟ ايه هون؟ خير؟ يعني شو بدك منه؟ وشو هو الموضوع؟ اللي اياه سر. ايوه كمان اللي اياه. يعني على شو بدك تطمن؟ فهمني. طيب ماشي، رح خليك تحكي مع جميل. أهلين أبو الوسم. أهلين. لا، الأمور كلها ممتازة. أصلاً أنت لازم تطمن من رد عليك. إيه إيه. لا لا عمي، لا كل الأمور جيدة. لا على العشاء والمعشوق ما بروح أنا. ها شلونها هاي؟ بالقهوة. أنا ما بروح غير على القهوة تبع رجال. إيه إيه ما تأخر علي نص ساعة، عم بستناك بالقهوة. يا ها 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 ليش بتقلب؟ قلت له بالقهوة، قال لي لا بالشاي. شو بده؟ لا يعني كان بده شغلة هو. وشو هاي الشغلة؟ شغلة هيك لها علاقة بالشغل يعني. ما إيه؟ ياها بدي أفهم أنا جميل. يعني شلون بدي أقول لك؟ أنت من أمتى بتسأليني عن شغلي يا هنا؟ من يوم وراح بدي أسألك على كل كبيرة وصغيرة، قل لي شو هي الشغلة؟ هو بصراحة في واحد قرايبه بده يتوظف عنا بالمديرية، عم بتفركر فيه هي، يتوظف عنا بالمديرية. وشو هي من ردة عليك بتفهم وبتطمن؟ يعني هي من ردة هي. منو هي؟ الدائرة القانونية اللي عندنا بالمديرية. وهلا شو بده منا؟ هلا؟ ايه وقت هي تبع الشاي. لا هو هذا قرايبه اللي عيناه بالمديرية، عزمني على فنجان قهوة بالقهوة. هو أول شيء عزمني بالكافتيريا، قلت له على العاشق والمعشوق أنا ما بروح، ما بروح غير على القهوة تبع رجال مثل ما سمعتي. بس بخيل كأنه بخيل. ما معقول أنا دبر له واسطة يتوظف وظيفة هالقد حلوة أنا فنجان قهوة؟ بخيل. افتح له التليفون واعتذر له، هي عم تشرب قهوة هون. لا يوه شو اعتذر له، عيب ما بيجوز. قلت لي عيب ما هي؟ ايه لا حبيبي مو عيب، ومتصل فيه واعتذر له. يا هنا اصلا بخاف تطلع لي مرته انا هلا، اي وش انا شايف، وبتبدا اسئله بقى، شو بدك منه؟ وين بدكم تروحوا؟ مع مين بدكم تقعدوا؟ امتى بدكم ترجعوا؟ يا لطيف عنده مره شو بتغار عليه؟ عقله صغير. عقله صغير؟ بالعكس هي عقله كبير، لانه المره لازم تعرف جوزها مع مين عم يحكي وليش. اي بس مو هيك كان رايك من زمان؟ هذا كان زمان، احنا اولاد اليوم. طيب هنا خليني اروح معه ربع ساعه وبرجع. اذا مصر كثير رجلي على رجلك. لوين؟ على القهوه. يعني هي القهوه ما فيها غير رجال، ما بيروح عليها نسوان. اي مو مشكله، بستناك بالسياره لبين ما تخلص. لك تسلمي لي، لك تسلمي لي، لك تسلمي لي، ولك شكو 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 تسلمي لي ما احلاكي. يا انت انحلت مشكلتك، هلا صار بدك تفكر كيف بدك تحلي مشكلتي. انا جميل ما بقى فيي عقل فكر بشيء ابدا. طول بالك وسيم، ما في مشكلة إلا وإلى حل. هات أشوف الحل. هلا أنت ما قلت لها إنه هي سكرتيرتي وجاي تقابلني إلي مو إلها؟ قلت لها، بس قال جارتنا ما شافتني غير أنا وياها لحالنا. ليش أنا وين كنت؟ أنت رحت على التواليت، وأنت ما أجاك تروح على هداك الصوب إلا وقت إجت جارتنا. طيب شو رأيك أنا أروح لعند مرتك وإلا شخصياً إنه هي سكرتيرتي وجاي تقابلني إلي، وإنه أنت مالك علاقة، وإنه لما إجت جارتكم كنت بهداك الصوب أنا؟ قلت لي افتحي لجميل اسألي، ما صدقت، قال نحن رجال ما بنعطي على بعضنا. طيب شو اعمل لك؟ اكثر من هيك ما بقدر اعمل لك شيء. شوف جميل، ها يا بتلاقي لي حل يا بهدل لك كل شيء بنيته. ها شو بتساوي؟
بروح لعند مرتك وبحكي لها القصة من تقطل السلام عليكم، بعدين باخذها وباخذ أمل بروح لعند مرتي. لا دخيلك، أنا ما بعرف إمتى وصلت لهون، بوس إيدك لا تعملها وسيم. لكان فكرني بحل. راح فكر لك. لقيت الحل. شو هو؟ شوف وسيم، في وصفة مجربة بس ما بعرف بيمشي حالها معك. قول شو هي؟ عندي بالمديرية في تنتين موظفات منال وسلوى، بتعرفهم؟ بعرفهم. شو بهم؟ هدول التنتين على طول علقانين مع جوازهم، بتوصل بيناتهم للشيطان الرجيم، وما انحلت مشكلتهم الا لما هددوهم جوازهم بالطلاق، ساعتها اجوا لعندي ركض. دخيلك يا استاذ، نحن مستعدين نعمل كل شيء بس رجالنا ما يطلقونا. شو قصدك؟ روح هدد مرتي بالطلاق؟ ما لها غير الحل. تضرب انت والحل، انا بدي صالحها ما بدي طلقها. لك يا اجدب، انا قصدي تهددها بالطلاق مو تطلقها عن جد. شوف وسيم، النسوان ما بيخافوا الا لما الرجال بيهددوها بالطلاق، لانه ساعتها بيتبلكموا ما عاد يقدروا يساووا شيء، بيصيروا بيساووا اللي بيقولن عليه وبس. لك هاني يا حزرك، شو اللي رجع مرتي على البيت بعد ما شافتني مع وحده تانية بامي عينيها؟ خافت انه تنحرم مني وطلقها. بركي مرتي ما فكرت بهالطريقه. لك يا سيدي، كل النسوان مثل بعضهم. انا ماشي. وين رايح؟ بدك تسمي الطريقه. خذ تاكسي. ما بقدر، واعد هما اشي بعد نص ساعه، ما بدي اتاخر عليها منو. على كل حال خبرني بكره على المديريه شو بصير معك. تشاو. وادفع له حق الشاي. اهلا وسهلا استاذ جميل. اهلين وسهلين. يا هلا، تفضلي. مثل ما وصيتكم لا تعذبونا. بتعرفي لك انه انا بحب المحل كثير. الا انك ما بتعرف غيره. يعني صحيح هو مو حلو كثير، بس مو قلنا فيه ذكريات مشان هيك بحبه. الحكي من قلبك يمين. ايه مو بس من قلبي، من صمصيم قلبي. نحن رح نخلع مشان يفضلكم الجو وتتغازلوا فيه على كيفكم. تخلعوا؟ شو يعني تخلعوا؟ يعني نقحيط. بدنا نروح نلعب مع الاولاد بالمراجيح. ايه روحوا بابا، بس دير بالك على اخوك، اوعى يقع. هنو شوفي الصبية اللي ورانا ما احلاها. وانت ليش عم تطلع فيها؟ طلع فيني انا وبس. اي طيب. ها، مع السلامه دكتور. مساء الخير. خير؟ شو شايف دكتور؟ ايه والله ام محمود دق نفسها، تلفنت لي، جبت لها الدكتور وفحصها. وشو قال؟ ما قال شيء، اعطاها كم حبه قامت تحسنت شوي، قال لازمها قسطره ضروري. قسطره؟ جميل، فوت انت والولاد على البيت، انا فاتي اطمن على ام محمود. ماشي. خد امي. تعوا بابا. ام محمود. يا ام محمود حبيبي. سلامتك ام محمود، سلامتك من الاه تقبريني. عم تغني كمان؟ بسيطة ام محمود، شغلة القسطرة كلها بسيطة. عجبك؟ انا قال الدكتور بتكلف العملية شي تلقسطرة 50,000. لك حاجة تتصحصلي انت وياه، انا بدي اتقسطر وانت عم تتصحصلي. ايه في داك ام محمود، مو مصحتك. انا ممكن حبيبتي اطلب منك هالخدمة؟ ايه تكرم عيونك، بخدمة بعيوني ام محمود. خلي لي عيونك يا هنا، قولي له للاستاذ جميل اللي هو جوزك بركي بيحكي لي مع الدكتور شيت المديرية يعمل لي القسطرة، يعني قسطرني ببلاش. ايه تكرم عيونك بحاكي؟ ما بيمشي الحال، لانه الدكتور اللي عندنا بالمديرية ما بيحكم غير موظفي المديرية، حتى اللي بدهم يعملوا قسطرة لا سمح الله مو هو بيساوي لهم اياها، بيعطيهم احالة للمستشفى. بعرف هالشيء. طالما بتعرفي ليش عم تطلبي مني الطلاق؟ انا بدي دكتوركم يقول لأم محمود هذا الحكي، لانه اذا انا قلت لها اياه رح تفكر انه احنا ما بدنا نخدمها. تكرم عينك، خلص انا بجيب الدكتور يفحصها ببيتها. لك واذا بدك بصير انا دكتور وبفحصها كمان. لا انت استري. شو بحبك؟ ليكون عم يحلم بالمرة اللي حكى له عنها نعيم هالغدا. جميل. جميل جميل. صباح الخير. صباح النور علي. صباح النور. حتي صارت الساعة 7:45. لسا بكير على الدوام، ليش فيقتيني؟ بعرف انه بكير على الدوام. نكال ليش فيقتيني؟ روحتي علي منام بطير العال. انا مشان هيك فيقتك. كنت شايف حالي انه راكب على بجعة انا وياها، هي متمسكة فيه ومعنا 4 إيقان مرافقة. ما وقفنا ولا على اشارة، منام كله مرادي وفي مي وما عم نوقف. منو هي جميل؟ هي احلى مرة شفتها بحياتي.
راكبي وراي على البجعة، قاعدة على المنصب تبع البجعة، وكامشني من كلوي، هي تشد وأنا أتوجع وما إلا ونحن في غاية السعادة. مين هاي جميل؟ ايه طلعي على المراية بتعرفي. ايه عمي ساوي لك قهوة. لا ليش تقومي هنو؟ شو رأيك نكمل المنام سوا؟ أنا بحب كمل المنام. اركبي وراي لك. خير؟ شبه أم محمود؟ قعدون يعملوا لك قسطرة ويمكن يساووا لها عملية بعيدا عني. بارك لي لك وسيم؟ نزلني. ما بدزلك لك بارك لي. مبروك نزلني. قلي مبروك كمان. مبروك كمان مبروك. دخ مبروك مبروك. لك يا دوختني دوختني. عاد احكي لك شو صار معاك؟ لك شو ما حكيت لك ما راح تصدق. لك اخي انت احكي لي وبعدين انا بقرر يا بصدق يا ما بصدق. يا سيدي هنو بعد الصلحه انقلبت 180 درجه. يعني شو صارت تقول لك؟ وين رحت؟ منين اجيت؟ لك اكثر بكثير. لك شوهتني جميل. عاد احكي لي. اسمعني احكي لك. بقى شو رايك وسيم بيه؟ لا هيك زودتها كثير. انا صعيب مرتي بتطال صعيب بتسالني وين رحت وين اجيت. اما يصل فيها المواصيل انه تفيقني من منامي لحتى ما اشوف غيرها بالمنام، انا ما عملتها معي النوبي. لك تصور اليوم فتحت لي تتاكد اذا كنت بالمكتب ولا لا. هي هي اكيد هي. الو اهلين هنو. اهلين حبيبتي. اهلين هنو حبيبتي. لا بس متوقع انه انت الله وكيلك ما عندي غير وسيم. ايه شو بده؟ جاي مشان وظيفة قرايبه. أعطيني إياه لأحكي معه. شو يعني مالك مصدقتيني؟ تعال. لك تعال بدك تحكي معه. مين؟ مرتي. شو بدها؟ شو بيعرفني أحكي معه؟ ألو أهلين أهلين مدام أهلين. الحمد لله بسلم عليكي. مين؟ جميل؟ إيه هون عندي. وحده؟ لا مو وحده أنا معه. عم نلهت كنا لانه هيك عم نفتر شوي عم نمزح. على عيني. تفضلي تفضلي احكي معه. الو حبيبتي هنو اللي مهتمه فيي. طلبت احكي مع الاستاذ وسيم عشان بارك له على وظيفه قرايبه لانه نسيت بارك له. يقرفني. جميل بارك له عني. اذا بدك تباركي له ليكو لساته عندي بعطيكي تحكي معه. لا ما في داعي. على راحتك هنو. هاتي لشوف امريني ليش فتحتي لي تليفون. سلامتك ما في شيء بس كنت بدي ذكرك بموضوع الدكتور لام محمود. يا لطيف منيح اللي ذكرتيني. هو صحيح يعني ما صار لك زمان فتحتي لي مشان هذا الموضوع بس ما بيمنع. انت حبيبتي كل ساعه افتحي لي تليفون وذكريني لانه بنسى انا. ليش كل ساعه كل نص ساعه؟ لك اذا بدك كل ربع ساعه المهم تضلي عم تذكريني لانه انا بنسى. شو ما عندي شغله غيرك؟ طبعا حبيبتي طبعا. المراه ما لها غير جوزها حبيبها تشتغل فيه. خلصت. الله معك. لك يا وسيم تعريف حاسس كأني ملكت القلعة أنا. زبط لك من هلأ ورايح. يا سيدي هي تضل مهتمة فيي وأنا مستعد زبط. لك أول الرأس حنجلي. شو قصدك؟ قلي شو قصدك؟ هلأ مرتك عم تزعجك بالتليفونات بكرة ما بتعرف شو بيتفتق معها. يعني تتوقع أنه لسه تهتم فيي أكتر من هيك؟ لك حتهتم فيك على الآخر. الله يبشرك بالخير. لك صحيح لا تواخذني وسيم أنا فرحان ونسيت مشكلتك. طمني زبطت الوصفة. شايفني فرحان ولا زعلان؟ لا شايفك فرحان. معناته زبطي. لك انا عود 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 واحكي لي عود. هات لشوف. احكي لي من الطقطق للسلام عليكم. يا سيدي وصفتك ضربت عصفورين حجر واحد. خليتها لحتى رغدت وزبدت وفضت كل اللي بطنها وانا ساكت ما فتحت امي. بعدين قلت لها شوفي يا مرأة انا مالي قادر اتحمل غيرتك وظنونك اكثر من هيك. يا اما بترضي فيي مثل ما انا يا اما كل واحد بيروح بطريقه. ما شفت لك ياها الا همدي وكانه شي واحد طب عليها طاسه مي بارده وصارت ما تعرف شلون بدها تلف الموضوع. لا قدراني تعتذر ولا قدراني تضل على موقفها. ايه وبعدين كسرت الموقف انا وصالحتها واخذتها وتعشينا برا واليوم رحت على الشغل. لا سالتني وين رايح ولا سالتني لوين راجع ولا سالتني مين بدك تقابل. صحيح مثل ما بيقول المثل رب ضاره نافعه. بس يا استاذ لا تفرع كثير. بكرة حياتها بدها تصير مملة مثل ما كانت حياتي مع أنا. يا سيدي يا ريت يا ريت تصير. أنا بكون بألف خير من الله. زين تنزل بمين عزلهم أنت تعملين لا تفي إجر على إجر قدام خالي أم تحسين عين. شلونك اليوم أم محمود؟ الحمد لله. إيه أنت بدك تعمل قسطرة؟
ما بدي اعملها. بتكلف ما؟ الله يكون بعونك، كل شيء بينفدى بالمصاري، المهم الصحة. أنا مو مش على المصاري، أنا إمتى ما كان ببعث لابني بخرفك كان بيبعثني بس. بس شو؟ سمعت إنه القسطرة كتير خطيرة، عمليتها كتير خطيرة، بيجوز روح فيها، موت، وأنا بعز شباب بالستار. مالها خطيرة ولا شيء؟ سلفتي عملتها من شهرين وما صار لها شيء. لا خطرة خطرة. مثل ماني عم قلك ما فيها شيء أم محمود. خلص نعم تحسين خطرة، العمى بعيونك العمى بس بقلي خطرة يا أم تحسين خطرة. إيه مثل ما بدك. الله زينو يا تقردت عم شقت لفون ما رح طعمك ما بتكفي ما بتكفي تروح عينك جوعانة لأن أنا